حسن ساوند اند لايتنينج. بونسوار. بونسوارين، كيفك؟ تمام ماشي الحال، كيفك انت؟ خبرني شو رايك باليوم الثالث للمعرض، يعني كونك بتشارك من سنوات طويله بهالمعرض، شو بيقدم لك ويدينج فير بارك اوتيل شتورة؟ هالسنه في زوار كثير اجوا على المعرض. هلا نحن بنشترك بالمعارض للعالم تشوف شو في عنا اشياء جديده، مع انه نحن اسمنا كثير معروف، بس نحن بنحاول على طول نفرجي العالم ونجيب من بلاد برا احدث ما توصلت له تكنولوجيا الصوت والاضاءه، ولنعمل اجمل عرس ونفرجي للعرسان شو يعني الاضاءه الحلوه، لانه الاضاءه الحلوه هي الفيلم اللي بده يطلع ويدبوه لبعد 20 سنة يحضروه، لأنه هي أهم شيء بالعرس الإضاءة. إذا كانت الإضاءة عاطلة الفيلم بيطلع عاطل، الإضاءة حلوة بيطلع الفيلم كتير كتير حلو. فنحن هالسنة جايبين الليد سكرين، جايبين أشياء كتير جديدة بأحدث ما توصلت له التكنولوجيا، ويزورونا بمكتبنا بستار جيت، اسعار كثير مدروسه، ويحجزوا قبل ما، لانه هالسنه كتر خير الله الحجوزات كثير قويه والاعراس كثير قويه. يعني بنفهم منك بلشت هيك الاوقات تصير ضايقه معكم، ولا بتقدروا بعد تلبوا العرسان؟ نحن على طول بنقدر، يعني نحن عندنا تقريبا فوق الست اكيبات بيشتغلوا بكثير بروفيشناليتي وبالماكسيموم شغل حلو، فيشرفونا العرسان وما بيكونوا الا مبسوطين. حلو كثير. يعني كيف عم تلاقي اسم غصن ساوند اند لايتنينج؟ كيف بتلاقيه؟ شو بتصنفوا هيك خاصة على الساحة البقعية؟ بتلاقي تفاعل الناس معكم؟ عم بيكونوا بيعرفوكم من قبل بس يشوفوا الستاند تبعكم ببارك اوتيل، شو عم بتحس هيك تفاعل الناس كيف عم تلاقيه؟ هلا هو مش حلو الواحد يحكي عن حاله، بس كتر خير الله بعد كل التعب اللي تعبناه بنفتخر انه العرسان كثير عم بيفتخروا انه جايبين غصن على العرس تبعهم، يعني هاي مفخره لالنا، وصرنا كماركه قويه وحلوه كثير انه العرس ما بيكتمل الا بغصن. حلو كثير هيدا، هيك طلعت سلوغان معنا، العرس ما بيكتمل الا بوجود غصن ساوند اند لايتنينج. طيب قبل بقد ايه المفروض يحجزوا العرسان من عندكم؟ في وقت معين لحتى تقدروا وصلت الزفه لعنا؟ في وقت معين لازم يحجزوا قبل بفتره معينه لتقدروا تلبوا لهم طلبهم؟ يعني مبدئيا لازم هلا هاي فتره الحجوزات هي الافضل، اول شيء بيكونوا مرتاحين بالوقت ونحن بنكون مرتاحين بالوقت، والاشياء بتكون منظمه اكثر، لانه بس يوصل الواحد لاخر تكه هلا بنقدر نامن له عرسه، بس بيكون كله معجوق بمعجوق، فالافضل هلا. واجهتكم شي مره مشكله مع العرسان ما عجبتهم النتيجه؟ معقوله هيك ياخذوا فكره قبل ما يكون العرس حتى ما تواجهوا هالمشاكل؟ هلا مبدئيا نحن مشاكل مع العرسان ما في، هلا في عرسان بيجوا شوي ضيقين، بس البروفيشناليتي تبعنا بتخلينا نقلب لهم طلبهم ويكونوا يفلوا من عندنا كثير مبسوطين. بالنسبة للكلفة، يعني قد ايه المفروض يحطوا بادجت العرسان خاص بس بالصوت والإضاءة؟ شو مفروض يحطوا بادجت إذا بدهم يلجأوا لغصن ساوند اند لايتنينج؟ يعني مبدئيا نحن أسعارنا بتتراوح بين الألف والألفين وخمسمية ثلاثة آلاف، بس فيهم يعملوا شيء حلو من الألف وطلوع، يعني حسب ضخامة العرس. ضخامة العرس أكيد. طيب إذا بدهم يعني ذكرت العنوان، إذا فينا نرجع نذكرهم بالعنوان كمان وأرقام تليفون، كل طرق التواصل معكم، إذا في ويب سايت، فيسبوك، في عنا على الجوجل أكيد غصن فيسبوك بفوتو دغري، غصن لايتنج فيسبوك، مكتبنا حد ستار جيت حوش الأمراء كسارة، أرقام تليفونات 03 931 481، 03 54 53 24. ميرسي لك. Thanks زحلي تي في، والله يقويكم.